جيو جيو واقم علينا وبنتي. بغات تمشي بحال هكا؟ يلا انا راجل في الصحراء باغا نمشي للداخله. يلا وليدي جي بوحدهم تما، شكون اللي عرفني؟ يلا باش يجي هو يقول لي جا السرقه عليه، يقول لي شنو انا وليداتي بوحدهم مرميين تما وراجلها تيدافع على على خصو على مو على جداه، وانا يجي يقمع عليا بنتي اللي باراه مرمي في الحدود. لا ما نقبلهاش ما نقبلهاش، ما خليهاش تدوس في المطار. علاش ما نقبلهاش؟ علاش؟ يلا انا ما عنديش جواز القح وما نلقحش، وانا ضد علي نلقح، وانا عبوسه هنايا انا دابا ما نلقحش وما مزلقاش باش نلقح، وبغيت غنعرف علاش هادشي اللي دايرينو غير هنايا. حنا كنا الحمد لله عايشين تما بخير، ما كاين لا تلقيح لا والو، ما كاين لا تلقيح، ما كاين اللي كيسولنا في شي تلقيح. علاش بالضبط هنايا؟ منين جاي انا باغي نمشي عند ولادي ما حافزيني ما نمشيش عند ولادي؟ علاش؟ تا انا راجل مرمي في الحدود ليا، تا هو راه لابس كسوة على بلادو، تا هو راه تيحارب ولادو. عاش عاش الملك، والبارح سيدنا في الخطاب ديالو تيشكرها وتيعاون. علاش حنا مرمي في الحدود باش انا ناكل عصا هنايا انا وبنتي؟ لا ما يقبلهاش وما نقبلهاش انا وما يقبلهاش سيدنا اللي سمع هاد الهضره ما يقبلهاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.